يعني أعتقد أن هناك كثير من يعني المبالغات والوعود الكثيرة، وهذا يعني للأسف حصل في التاريخ السعودي كثير، كما أسلفت أنه موضوع المدن الاقتصادية وصندوق الفقر ومشاريع أخرى كثيرة وتصنيع الطائرات وسيارة غزال وهلم جرة، يعني الموضوع يطول. المشكلة أنه هناك الرغبة في الإبهار، فلا يحصل دراسة جيدة ويتم الاعتماد على أجانب مؤسسات استشارية لا تفهم طبيعة البلد. ولهذا السبب مشروع الجبال الصناعية سبب نجاحه أنه كان القائمين عليه هم أبناء البلد نعم اللي أسسوه أبناء البلد. فيعني جميل الجشي هو كان العقل المدبر لهذا الموضوع، وهو موجود ويمكن اللقاء معه وطرح هذه الأسئلة عليه. المشكلة هنا أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الإقليمية، تجربة الإمارات تجربة ممتازة، حتى تجربة قطر تجربة ممتازة، يمكن الاستفادة منها والتعلم منها لتنفيذ مشاريع مشابهة.